لا تنتهي مشاكل الائتلاف الحاكم في المغرب الذي يقوده حزب العدالة والتنمية الإسلامية حتى تبدأ من جديد، هذه المرة مع حزب الاستقلال ثاني أكبر الأحزاب المشكلة للتحالف، إذ دأب هذا الحزب على كيل الاتهامات للحكومة التي يشارك فيها متهما إياها بالتقصير في حل المشاكل ومطالبا بإجراء تعديل وزاري. مصرين على التعديل الحكومي ماشي بتغيير الأشخاص في جوهره. اليوم هناك أزمة على مستوى مجموعة من القطاعات، هناك أزمة اجتماعية، هناك أزمة اقتصادية، هناك بنية حكومية لا تتجاوب مع هذه المتغيرات التي عرفها المجتمع المغربي، لذلك نحن نعتبر أن التعديل هي مسألة مصيرية. حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة بعد سنوات قضاها في صفوف المعارضة يؤكد أنه ماض في سياسته ومطمئن إلى الأغلبية التي يحظى بها داخل البرلمان، على الرغم مما يصفه بالتشويش المتعمد على أداء الحكومة. إذا كان هناك شيء تعديل المفروض أن يأتي في واحد السياق اللي معه واحد نوع من التقييم، هنا أخطأنا، هنا تراجعنا، هنا تقدمنا، هذا الشيء كله يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار قبل أن ننجز التعديل. ويرى مراقبون أن الحكومة الحالية لم تستغل ما منحه الدستور المعدل من صلاحيات للحكومة وسط موجة انتقادات توجه لها سواء من داخل الائتلاف الحاكم أو من أحزاب المعارضة. يصف عدد من المحللين السياسيين المشهد السياسي في المغرب بالغريب في ظل خلافات ظاهرة وسط مكونات الائتلاف الحاكم وضعف أداء المعارضة البرلمانية واستمرار شكاوى الحكومة مما تسميه بالمشوشين على مشاريع الإصلاح. نيوز 8 ياسين، سكاي نيوز عربية، الرباط.